لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في الوسط. نطلبك النهاردة يا سيدنا الرب، نطلب وجهك وإحنا واثقين أننا سنراك. نحبك لأنك أحببتنا أولا، نحبك لأنك أحببتنا أولا. مستحق كل المجد والكرامة. قدم له المجد. مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بي. مستحق كل المجد يا يسوع، قولها تاني. مستحق كل المجد، مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بي. مستحق كل المجد يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، اتواضع يا شعب الرب. كل عالي ينحني، كل مهدوم يدبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. اطلب من قلبك، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع، نتغير وعلينا تشوف مجدك بوجه مكشوف، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع، خلي حضورك يملى علينا، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع. اطلبوا الرب، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع، نتغير وعلينا تشوف وجدك بوجه مكشوف، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع. كلم الرب، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سوى، وذقت في حبي
يسوع بالصلب أهوانا رب حبيبي حبيبي يا حبيبي يا يسوع حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع. قول للرب بينك وبينه قول له حبيبي يا يسوع. اطلب الرب قول له حبيبي يا يسوع. الرب عايز يسمعها منك انت. اعمل زي عروس النشيد، ادخل الى حجال الملك واختبر علمه فوق محبة. حبيبي يا يسوع، تقدر تقول كده النهاردة: وجدت من تحبه نفسي. انا في المكان الصح دلوقتي، انا موجود في المكان اللي فيه حبيبي. وانت قدام الرب وانت بتحبه، خد القرار ده. قل له كده: انا بسجد عندك، انا بسجد عندك وبسبح اسمك، انت الهي، بعلن عن مجدك، غفرت ذنبي، فرحت قلبي. قل له: انت حبيبي بقى، انت حبيبي. قولها له تاني: انت حبيبي. قولها له كمان مره بينك وبينه: انت حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع. أنا بسجد عندك وبسبح اسمك، أنت إلهي، بعلن عن مجدك، غفرت ذنبي، فرحت قلبي، أنت حبيبي ودايما جنبي. بدخل ديارك واشوف امجادك واتوحد فيك، فاهدي لك حبي كل حياتي، بتوجك ربي ومالي، عمري يسوى من غير حضورك، مالا حياتي شبع سرورك، قدامك دابت كل قيودي، حياتي فيك معنى الوجود. في التسبيحات واشوف امجادك واتوحد فيك، كل حياتي بتوجك ربي ومالي. انا للرب اهتف له من كل القلب،
وجهت له وهو لي. وجه نظري يا حبيب إلى جمالك العظيم. وجه نظري يا حبيب إلى جمالك العظيم. واحصرني في شخصك لأنظر أهل الصليب. واحصرني في شخصك لأنظر صديق. اهتف انا ونطرح أكليلنا عند أقدامك في السماء. ونطرح أكليلنا عند أقدامك في السماء. ليس لنا الكل قد أعطيتنا. ليس لنا الكل قد أعطيتنا. بدخل ديارة في التسبيحة وأشوف أمجادك وتوحد بي. بهدي لك حبي كل حياتي وبتوجك ربي ومالي. أفرح وأهلل وأرنم وهبني حياته. كمان مرة أفرح وأهلل وأرنم وهبني حياته. أفرح وأهلل وأصفي ترنمي ينادر له. ربي أحبني وقد حررني خلصني من الأبد. ربي بدخل ديارك في التسبيحة وأشوف أمجادك وتوحد بي. بهدي لك حبي كل حياتي بتوجك ربي ومالي. أمين. هللويا. تفضلوا. بنتي صغيرة أول مخالفة ترافيك تاخدها مشتري كان عندها 16 سنة وشوية أو كده. راحت وقفت قدام القاضي عيطت صعبت عليه خفض لها المخالفة. المسيح سأل سؤال طبعا هي رجعت مبسوطة قوي مش فاكر المخالفة كانت بكام وبقت بكام. مين يحب أكتر اللي كان عليه يعني مين يحب القاضي ده أكتر؟ لو جات المخالفة مثلا بألف دولار والقاضي خلاها 500 يشكر كتر خيره. لو كانت 10,000 دولار والقاضي خلاها 50 ده أنا كده ده أنا يعني أنا خدامك يعني ده تؤمر. اللي بيغفر له أكتر بيحب أكتر أو المفروض يحب أكتر. أنت كان عليك كام؟ كتير 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 قوي. كل واحد يبص على نفسه كده ويفتكر افتكر الفاتورة. نشكر ربنا احنا ما عندناش ما فيش فواتير هتطلع. المسيح معها الصك الفاتورة دي البيل دي ما فيش المسيح معها. عشان كده احنا هنفرح في الترنيمة الجاية واحنا بنقول وفى ديوني وفى ديوني. وكل ما هتفرح اكتر
انت بتحب اكتر. كل لما تقول وفى ديوني بفرح كده انت بتحب اكتر. اللي عايز يقف او مش هيقدر يمسك نفسه وكانت خطاياي كتير يسوع شل على الصليب خلاني أمين. بعد ما كنت عبد أسير وكانت خطاياي كتير يسوع شل على الصليب خلاني أمين. الحزن بقيت فرحان والمتعة تمام الغفران وفي السماء ليا مكان بيعايش الأمان. بعد الحزن بقيت فرحان والمتعة بالغفران وفي السماء ليا مكان بيعايش الأمان. قصة مخالفة المرور اللي كانت على مونيكا. لو القاضي كان قال لها، طبعا ده ما بيحصلش في أمريكا طبعا، أدي الكارت بتاعه، ما تجيلك مخالفة تاني تعاليلي، ده يا كتر ألف خيره. لو القاضي كان قال لها أنا هعملك زي بنتي، إحنا القاضي اللي وقفنا قصاده قال كده، انا مش هعود اسميكوا عبيد، انتوا ابناء لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه، اما الذين امنوا به فاعطاهم سلطانا ان يصيروا ايه. ده احنا كتر الف خيرك يا رب انك سديت ومحيت الصك اللي علينا، كمان هتخلينا اولادك زي المسيح ونكون واحد فيك مع المسيح. تستاهل نعمل فرح مش كده؟ احنا هنعمل فرح على فكرة دلوقتي. الاب في مثل الابن الضال عمل فرح. الفرح اللي هنعمله واحنا فرحانين باننا صرنا اولاد الله، صدقوني عند ابونا السماوي فرح اكتر منه.
لأن هو ده اللي في قلبه ناحيتنا، هو ده الخطة البلان اللي عنده ناحيتنا، فيها رجاء، فيها سلام، فيها فرح. اتبناني، تقول كده، اتبناني رضي بيا، اشتراني حن عليا. اللي فرحان بالحكاية دي يعمل فرح. تعرفين بقى الأفراح بيحصل فيها ايه؟ اتبناني رضي بيا، اشتراني حن عليا. اتبناني رضي بيا، اشتراني حن عليا. نساني الماضي الأليم، خلى لساني قول ترنيم. نساني الماضي الأليم، خلى لساني قول ترنيم. غسلني بدمه الكريم وفداني. اتبناني رضي بيا، اشتراني حن عليا. اتبناني رضي بيا، اشتراني حن عليا. ابن وليا شأن كبير، أبويا هو القدير. شأن كبير، أبويا هو القادر. إزاي أخاف أنا مش شرير مهما جاني؟ اتبناني رضي بيا، اشتراني حن عليا. اتبناني رضي بيا، اشتراني حن عليا. عوض عن كل ضمت كل الجراح، عوض عن كل الجراح، ويوماتي عايش أفراح وأماني. Thank you.
بتحبه، عايز تعبده، تسجد ليه بالروح والحق. يقول كده الكتاب: عبادتكم العاقلة المطلوبة المقبولة أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية. هو اشتراك، ومن حبه ليك اتبناك. ماذا أرد للرب؟ ماذا أرد للرب؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. الرب حررنا، هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وقام.
اسم الرب امين. يستحق كل المجد والسجود والعظمه والاجلال والعباده وكل ما نفعله من تصفيق لترنيم لاصوات لكل ما نفعله. نحن نقدمه له لنعلن انه هو وحده المستحق، وكل انظارنا وكل عباداتنا وكل ابتساماتنا. على فكرة it's okay ان احنا نبقى فرحانين في حضرة الرب. في ناس ما كانتش تعيط ما تتعزاش لكن ممكن تبتهج وممكن تصفق. انا مرات كتير اقول يعني زمان لما كنا بنتفرج على ماتشات كورة، ولا لما ما انساش رحت اشجع بنتي زمان وهي في الهاي سكول كانت بتلعب فولي بول، ما انساش قالت لي تعالى شجعني، فقلت لها النهارده جاي لك، ورحت بقى كنت مسخن صوتي، رجعت من غير صوتي يعني فقدت صوتي خالص. فقلت لنفسي هو احنا بنتشنج قوي وبنبقى متحمسين قوي لما نشجع عشان نظهر مشاعرنا الطيبه، لكن في حضره الله في ناس تسقف كده. في محضره يهرب الحزن والتنهد، عند رجليه يقول الكتاب خرجت الحمى. حد سخن النهاردة؟ مجدا للرب. شغلني الرب أن أخذ تأملات مع حضراتكم من ملوك الثاني أصحاح 6 و7. النهاردة مقدمة الخدمة اللي جاية بتاعت الحد اللي جاي اللي هنتكلم فيها عن البشارة. بعد ما تحدثنا عن الثبات علينا أن نتحرك ونحن ثابتين في الثقة في الإيمان،
وأيضا نبقى بنتطلع إن الله يعطينا من مواهب الروح القدس لكي نعيش نعرف معنى التمييز، نستطيع أن نرى ما لا يراه الإنسان الطبيعي، ونتحرك في الأمور غير المحسوسة والمنظورة اللي الناس بتعتبرها هذا هو الحق والحقيقة، رغم أن ما لا يراه العالم هو العالم الروحي الحقيقي الواقعي الموجود الذي لا يتغير حتى لو لم نستطيع أن نراه. عشان كده هقرأ مع حضراتكم في هذا الجزء الأول عن الرجل الذي يعني الحقيقة في كل مدرس كلمة الله عن إليشع أقول الرجل ده جبار، الرجل ده غير عادي. الله صنع من هذا الإنسان من هذا الإناء شيء معين مخصص لي، والله يصنع من كل إناء فينا أحبائي بصمات يضعها على حياتنا، فيستخدم كل واحد فينا بطريقة أنا ما أقدرش أخد مكان التاني ولا أنت تقدر تاخد مكاني. يعني الرب يستخدمني بطريقة معينة أنا ما أقدرش، أنت ما تقدرش تملاها مكاني، وأنت الرب يستخدمك بطريقة معينة. كنت بشارك مع أو أحد الأحبة كان بيشارك معايا إزاي في شغله بيظهر عمل نعمة المسيح، وإزاي أنه بيرفض أي حد يستخدم الألفاظ البذيئة في الوقت اللي هو بيدرس فيه. فأنا شكرت ربنا وقلت له رب ما أعظمك وما أكرمك، بتحط كل واحد فينا بشخصيته المعينة في مكان معين أنت تراه إن هو يفت إن، يعني ده المكان اللي يليق به. إلا لو حطيت حد تاني مكانه في ذات الوقت ليقوم بنفس العمل مش ممكن يتمم المشيئة، لأن الله خلقنا كلنا كأعضاء مختلفة كأعضاء الجسد، كل واحد يقوم بدور التاني ما قدرش يقوم به. وهذا هو يعني دي عظمة وروعة الله الذي كما يقول في كورنثوس الأولى 12 إننا جسد واحد أعضاء مختلفة، حتى بيقول إن في بعض منها سمى القبيح الأعضاء القبيحة اللي قال دي نديها كرامة أكتر، عكس ما احنا بنفكر القبيح ده نغطيه، لا قال ده يديله كرامة أكتر عشان يخليه ظاهر ومستخدم. ولما نبص على أجسادنا نلاقي إن كل حاجة فينا، يعني أكتر حاجة الستات بيعملوا لها حط لها البيديكير والمونيكير والكلام ده إيه؟ هي أصابع الرجل اللي هي بتبقى يعني أقلها يعني رغبة ومنظرا وجمالا. ليه؟ عشان يعطيها مكانة أعظم في الجسد كله. هذا هو السلوب الله في التعامل. فهنشوف النهاردة شخصيتين، إيليا وهنشوف إليشع. مع إن إيليا كان يسير معه إليشع ليتعلم منه، لكن الله أقام شخصية مختلفة كل الاختلاف في إيليا عن كل الاختلاف الذي تراه في إليشع، وهنشوف الكلام ده. عشان كده هقرأ مع حضراتكم من الملوك الثاني أصحاح 6، سفر الملوك الثاني أصحاح 6، وهبدأ بقصة جيش أرام وإليشع، وكيف أن رئيس جيش أرام تعجب وفكر أن عنده في الجيش بتاعه عنده خونة وعنده جواسيس بياخدوا الكلام اللي بيقوله وبينقلوه لملك إسرائيل هو وينقل أسرار، وأخيرا هيكتشف من أحد الجنود اللي عنده قال له لا يا سيدي ده ما إحنا هنا ما عندناش خونة، لكن في شخص اسمه إليشع نبي الله، هذا الرجل كل ما تقوله في مخدعك في حجرة نومك هو يراه، وهو الذي ينقل هذه الأخبار لملك إسرائيل. وهنا بنشوف بقى موهبة استخدام الله وموهبة التمييز والكشف الإلهي. دي مش ضرب بخت، لكن دي حقائق يصنعها الله بروحه القدوس. أقرأ من أول عدد 8. وأما ملك أرام فكان يحارب إسرائيل، وتآمر مع عبيده قائلا في المكان الفلاني تكون محلتي،
بيقول لملك إسرائيل تعال قابلني في الحتة الفلانية أنا هكون موجود، لكن كم عامله كمين. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول احذر من أن تعبر بهذا الموضع لأن الأراميين حلون هناك. وعايز بس أوجه انتباهكم لحاجة كانت بتلخبطني، يمكن تكون بتلخبط حد تاني. أرام وأشور وسوريا التلاتة هم مش دي مش ثلاث حاجات مختلفة. لما يقول أرام كأنه بيقول أشور كأنه بيقول سوريا، التلاتة يساووا بعض، دول مش ثلاث حاجات مختلفين رغم اختلاف الأسماء. فهنا بيقول عشان كده بيسميه هنا ملك أرام، ممكن يقول ملك أشور، هو نفس الملك. وبعديها يقول أنه قال له عن رجل، قال له الملك إسرائيل عدد عشرة، فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه وتحفظ هناك. قال له خلي بالك اوعى تروح لا مرة ولا مرتين. فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر، طب ده أنا عامل له كمين وطلبت أن يجي مرتين ورفض. فقال واحد من عبيدي، فدعا عبيده وقال لهم أما تخبروني من منا هو لملك إسرائيل؟ في جاسوس هنا بياخد الكلام يوصله الملك إسرائيل. فقال واحد من عبيده ليس هكذا يا سيدي الملك، ولكن إليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. فقال مدام ده بقى المشكلة أنا هخلص عليه، اذهبوا وانظروا أين هو فأرسل وأخذه فأخبر وقيل له هو ذا في دوسان. فأرسل إلى هناك، ده مش بعت له خمسة ستة ولا كتيبة، لا بصوا مش بعت له إيه، خيلا ومركبات، لا والكتاب واضح كل الوضوح، وجيشا ثقيلا، معدات بقى اللي عندهم بقى في الوقت ده الحاجات التقيلة. وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له يا سيدي كيف نعمل؟ فقال لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. طب ما نقولها بصوت عالي، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. يعني مش احنا الأضعف، احنا الأقوى. ويقول لنا في رمية 8:31 لأن الذي فينا أقوى من الذي علينا. كلمة الذي فينا يعني الذي لنا، الذي هو مسؤول عنا وعن أماننا، ده أقوى من اللي ضدنا. عشان كده خلينا نعيش مرفوعين الرأس مدركين أن سيدنا قد قهر العدو، وأن الذي فينا والذي معنا والذي لنا أقوى من الذي علينا. أختم هذا الجزء بسرعة. لما لقى الجيش قال غلامه يا سيد كيف نعمل؟ فقال لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. ولما نزلوا إليه صلى إليشع إلى الرب وقال اضرب هؤلاء الأمم بالعمى، فضربهم بالعمى كقول إليشع. فقال لهم إليشع ليست هذه هي الطريق ولا هذه هي المدينة، اتبعوني. اللهم لما هم عمي يقول لهم ازاي ان مش دي المدينة ومش دي الطريق، اتبعوني. اتبعوك ازاي لما هم عمي؟ هنقول تحليل الجملة دي حتى لا تبدو أنها، يبدو أنها متضاربة لكنها ليست متضاربة. فقال لهم اتبعوني امشوا ورايا فأسيروا بكم إلى الرجل الذي تفتشون عنه. الله ده شوف ربنا حطه قدامهم وعميهم عن أن هم يدركوا أن هذا القائد هو إليشع اللي هم بيدوروا عليه. طرق الله عجيب. فلما دخلوا السامرة قال إليشع يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا. ففتح الرب أعينهم فأبصروا،
وإذ هم في وسط سامرة. السامرة دي عاصمة إسرائيل المملكة الشمالية، عاصمة المملكة الجنوبية اللي هي يهوذا كانت أورشليم، وعاصمة المملكة الشمالية كانت السامرة. فلقوا نفسهم في السامرة ففتح، فقال ملك إسرائيل، ملك إسرائيل قال لك فرصة بقى، ده جاي لحد عندنا نخلص عليهم. لأليشع لما رأهم، هل أضرب؟ هل أضرب يا أبي؟ فقال لا تضرب، تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك، ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم وليمة عظيمة فأكلوا وشربوا ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم، ولم تعد أيضا جيوش أرام تدخل إلى أرض إسرائيل. يا رب نشكرك من أجل كلمتك الحية الفعالة اللي مكتوب إنها أمضى من كل سيف، مش بيقطع من ناحية واحدة، ذي حدين، يخترق من كل جانب ويخترق إلى مفارق النفس والمخاخ والمفاصل ويميز أفكار القلب ونياته. اعطي في هذه الليلة أنت بروحك القدوس يا رب رسالة لكل قلب فينا، حتى نخرج من هنا يا رب ونحن متشجعين ونحن متمسكين، يتزايد إيماننا بسبب الكلمة المكتوبة التي بين أيدينا، فنتحرك ونحن مرفوعين الرأس، لا نعيش حياة الهزيمة والتقهقر، حتى لو العالم كله ينادي بها، وحتى لو كانت الظروف كلها تملي علينا أن هذا هو الوضع، لكننا ندرك أننا نعيش تحت ملك آخر يملك كل شيء ويغير كل شيء، ونعيش نعم يا رب ليس تحت قوانين العالم لكن تحت إمرتك أنت الذي تهتم بينا وترعانا. وحتى أنت قلت جميع شعور رؤوسكم محصاة، فنشكرك جدا، ده أنت حتى شعرة من شعورنا لا تسقط إلا بإذنك. شكرا ليك، طمن كل قلب الليلة يا رب، واتكلم بالروح القدس فتكون كلمتك سبب بنيان وبركة، في اسم المسيح خذ كل المجد والكرامة، آمين. عايز أدي لحضراتكم مقدمة سريعة عن الشخصيتين، شخصية إيليا وشخصية إليشع. إيليا الرجل الناري اللي صلى جاب نار من السماء نزلت وكلت الذبيحة لما وقف قدام اللي بيعبدوا البعل والأنبياء الكذبة. الراجل ده ما كانش عنده تفاهم، ده الراجل اللي وهو ماشي عرف وأدرك إليشع وكل أو أبناء الأنبياء، قال لهم إنه لن يموت وستأتي مركبة وستخطفه، عشان كده ارتبط بيه إليشع، يقول له استناني هنا أنا رايح في الحتة الفلانية، يقول له حي هو الرب لا أتركك، تنه ماسك فيه إلى الوقت الذي أخذ، جاءت يقول الكتاب مركبة نارية، رجل ناري مركبة نارية. ويعني يقال أنه أيضا كان يرتدي الصوف ووبر الإبل، بيفكرنا بمين؟ بالمعمدان. طب هو الكتاب ما هو قال كده، قال انه ده يأتي بروح إيليا. اذا خلي بالك الاثنين دول كانوا شخصيات نارية، لكن قام بعمل غير عادي، استخدمه الله مع قطاع معين من الرؤساء ومن المتقدمين في ذلك الوقت اجتماعيا، وكان رجل العامة اللي يتكلم امام الجميع ويصنع امام الجميع، زي ما شفنا موضوع البعث، الرجل الذي استخدمه الله استخداما غير عادي، وأيضا اهتم به بطريقة على غير المعتاد، أنه يتولاه ويرسل له غراب عشان يبعت له أكل. الغراب اللي بيأكل الأكل، لا ربنا يسخره يحط الطعام في فمه ما يأكلوش عشان يوصله للرجل ده.
شخصية مميزة، شخصية صنعت سبع معجزات. وفي ذلك الوقت إسرائيل، خلي بالك، كان شعبين عاصيين، أمتين يسيران في طريق إغاظة الله. المملكة الشمالية، وخلي بالك ده كل ده حصل بعد المملكة المتحدة وبعد شاول وداود وسليمان، انقسمت مملكة إسرائيل إلى مملكتين، المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. في المملكة الشمالية كانت العاصمة هي السامرة، وفي المملكة الجنوبية كانت العاصمة هي أورشليم. في الشمال 19 ملك عاشوا وحكموا هذه المملكة، وللأسف الشديد لم يكن فيهم ملك واحد يخاف الله، لكنهم ابتعدوا عن الله وقادوا الشعب إلى عبادة الأوثان، وكان الرب يعطيهم فرصة تلو الأخرى لكي يتوبوا، لكن لم تكن توبتهم حقيقية. فانتهى الأمر بعد 208 سنة، محى الله هذه المملكة بالكامل، وأخذت إلى السبي، مش سبي بابل بقى، خلي بالك، المملكة الشمالية سبي الأشوريين. سبوا، والأشوريين دول كانوا يعملوا وياخدوا ناس من دولة، لما ينتصروا عليها يودوهم دولة تاني، ولما يودوهم دولة تاني لازم يتعلموا لغة مختلفة، لأنه بيتكلموا لغة مختلفة غير لغتهم، وعادات غير عاداتهم، وبالتالي يمحوا ويزوبوا هويتهم. عشان كده العشر أصباط بتوع إسرائيل اللي كانوا في المملكة الشمالية يسمونهم الأصباط الضالة، لأن بعض من هذه الأصباط اندثرت تاريخيا تماما، والبعض الآخر تحولوا إلى يهود السامرة الهامشيين. لكن إحنا في دراستنا اللي خلصناها في سفر التكوين حدث شيء غريب قوي في أصحاح 48، إن الرب حب يكرم يوسف، ويعقوب أراد أن يكرم ابنه المفضل يوسف، فجاب إفرايم ومنسة وقال ليوسف في أصحاح 48 من سفر التكوين، دول يبقوا أولادي، دول بالظبط زي رأوبين وشمعون، وهيورثوا بالظبط زي أولادي، وانت بعد كده الولاد اللي ربنا يديهم لك دول بتوعك، وانا عايز اباركهم واديهم بركة خاصة. فجاب افرايم وجاب منسة، منسة الكبير وافرايم الصغير، وراح عاكس ايده في البركة في البكورية، وحطت البكورة بركة البكر حطها على افرايم مش على منسة. فيوسف قال له ليس هكذا يا أبي، إذا هذا؟ قال له لا، ما أنا مدرك. ويقول الكتاب وكان يصنع هذا بفطنة، عكس مين؟ عكس يعقوب اللي ضحك على إسحاق ولبس حاجات فيها مشعرة ولبسه العمة، لكن ده لا، ما لبسش العمة، ده كان عنده ابتدى يتعلم ويصحو ففاء، سابوا يبارك. فماذا حدث؟ أخذ إفرايم البركة. عشان كده ليه أنا بذكر القصة دي؟ لأن سبط السبط اللي كان يترأس مملكة الشمال كان سبط مين؟ إفرايم. وكان الله حقق مواعيده وبركاته. والعجيب المملكة الجنوبية كان المسؤول أو مملكة يهوذا. مين اللي كان ماسك هذه المملكة؟ بنيامين ابن يوسف. ظلت المملكة الشمالية 208، البعض بيقول 210 سنة على أي حال، يعني ده الحدود بتاعتها، بسبب تجاهلهم وبسبب خطاياهم وعبادة الأوثان والتزوج من نساء غريبات، وده يستخدم الكتاب المقدس تعبير أغاظ الرب، يغزو. ليه؟ لأن الله أقام أمة إسرائيل في ذلك الوقت، مش لأنهم كان فيهم حاجات أعظم من غيرهم أبدا، ده إبراهيم كان شخص لا يعرف الله،
جايبه من مفيش خلفية. وبعديها لما الرب بارك هذه باركهم لأنه كان يريد أن يستخدمهم ليكونوا بركة للعالم القديم، يبلغوا كل من حولهم أنه يوجد إله حقيقي واحد خالق السماء والأرض، ويقوموا بعملية الكرازة بين الأمم لتعريفهم عن حقيقة الخالق الحقيقي، تماما زي ما بيعمل في الكنيسة النهاردة اللي أقامها في وسط العالم لكي تعلن عن حقيقة من هو الله المحب الذي أرسل يسوع المسيح الذي جاء في صورة جسدنا، في شبه جسدنا وإنسانيتنا، وجاء إلينا لكي يدفع ثمن خطايانا ويقدم لنا عفوا وغفرانا أبديا إن كنا نقبل هذه البدلية ونعلنه ربا وإلها ونعترف به فما وحياة في كل يوم. فدي الصورة اللي كانت بتاعت شعب إسرائيل، ودي صورة الكنيسة. دول عشان يعرفوا الأمم الوثنية من هو الله، ودون عشان يعرفوا العالم الذي نعيش فيه عن حقيقة الله المحب الذي أرسل الإبن الحبيب ليدفع ثمن الخطيئة. عشان كده أثر المملكة دي وتدمرت. المملكة الجنوبية كانت أحسن حالا بحاجات بسيطة، لكنها استمرت 450 سنة 350 سنة. ليه؟ لأنها كانت فيها بعض الملوك اللي كانوا يخافوا الله، اللي رجعوا الشعب مرة أخرى إلى الله، فدي كانت حالتها أطول. وهذا يبدو أنه مقدمة، لكن في ذات الوقت نتعلم درسا هاما أحبائي. إذا عشت حياتي لكي أرضي الله، لكي أعبد الله وأخاف الله وأقدمه للآخرين، فالله سيستخدمني وسوف يجعلني على في المكان الذي يتناسب لكي أعلن الحق الإلهي، وتطول أيامي أكثر من الذي يعيش حياته، وتنقطع وتتقصر أيامه لأنه يعيش في حياة الخراب والشر والخطيئة. دي قاعدة. لكن هذا النبي الناري بعد أن أخذ من إليشع ورحل في هذه المركبة السماوية النارية، نجد أن آخر معجزة أجراها إليا هي أول معجزة تممها إليشع. إزاي؟ إنه فاكرين لما إليا خلع الرداء وضرب به الأردن فانفلق وعبر، أول ما اتخذ منه مسك الرداء، رداء إليا، وقال أين هو إله إليا، وضرب الأردن فانفلق، وكانت أول معجزة. وآخر حاجة طلبه، سألوا إليا أنت إيه طلبك الأخير؟ قال له أن تعطني 2 من روحك. وتم هذا الكلام إزاي؟ إليا عمل 7 معجزات، إليشع عمل 14 معجزة. إليشع كان الرجل الهادئ الرقيق الذي جاءت إليه امرأة أم الأنبياء وقالت له عبدك قد توفى والمرابي جاي، عليا فلوس، عليا مصاري، وهياخدوا الولاد. وصرخت إليه لتعينه، ليعينها، فأعانها. فده كان الرجل الخاصة مش العامة. التاني كان يقف قدام أنبياء البعل، ده يتعامل وان اون وان للمرأة الشنامية بتاعت الزيت، هاتي واكسري. كان كلها حاجات على مستوى الفرد. ومهم جدا أن ندرك أن الله يتعامل معنا ويهتم بنا مش بس كجسد، ككنيسة في كل العالم تتكون من ملايين من الأعضاء، لكنه يتعامل معنا أيضا كأفراد، وان اون وان. لما تصرخ لي يسمعك،
هو يسمعني أنا؟ طب ما في 30 مليون واحد بيصرخ. لا يسمعك أنت. إيه ده؟ إيه القدرة العجيبة دي؟ إيه المحبة الفياضة دي؟ نعم. ده يقول في سفر الخروج عن شعبه لما استعبدوا، يقول فدخل أنينهم إلى آذانه. لما كان واحد فيهم يئن بالليل كان يسمع. عايز يطمنك النهاردة، تقول لحدش واخد باله مني، بأن بالليل محدش سمعني. حد تاني يقول الدموع مرات كتيرة بتعوم وسادتي، محدش واخد باله مني. لا، أنا عايز أطمنك أن هذا الذي يحكم العالم كله، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، لازلت أنت ولازلت أنت موضوع محبته وموضوع اهتمامه. هللويا. هو ذا على إيه؟ كفاية نقشتك. هو كفيك دول، قال دول اللي فيهم الحب علامات المسامير، وأنا نقشك عليها عشان أقول لك هذه هي محبتي. يمكن أنا أنسى اسمك وأميل على واحد أقول له نسيت الأخ ده اسمه إيه عشان ما أحرقش نفسي، والأخت فلانة هي اسمها إيه ده حسن نسيت، ده القسيس التعبان. لكن هو لا ينساك ولا ينساك. أنت موضوع اهتمامه. أنت عارف مين حقيقي حقيقي الراعي الصالح؟ مش أنا. هو الراعي الصالح، الراعي الحقيقي اللي قال عنه بطرس، بطرس اللي بعد ما خانه ورده مرة تانية وعرف معنى الحب، قال راعي الرعاة العظيم وأسقف أنفسنا. يا سلام، أصلا اختبرت لما تكلم بطرس، يقولك أصلا أنا لا لا أنت تعالى بس وأنا أقول لك القصة كلها، أقول لك على اللي عملته. ده أنا كان ممكن أكون ملياش وجود، لكن ده بعد الخيانة وبعد الإنكار ردني تاني واداني مهمة أكبر من يبدو اللي كانت موجودة قبل كده. كنت بسيط وصيد الناس والناس ما عرفش تروح فين، لكن دلوقتي قال لي ارعى غنمي، ده انت الراعي، ده انت اللي هتخلي بالك منهم. ومرة تاني يقول ارعى خرافي، وكل واحدة على فكرة ليها معنى غير التاني. واحدة دربهم اهتم بيهم، والتانية اكلهم ورعاهم. انت بتقول كلام غريب قوي، ده انت لو واحد اسس عمل العملة دي النهاردة يقول لك ده دماغه ضربت. جايب واحد خان المسيح 3 مرات وطلع يبدو ان هو يعني غير اهل للشهادة، وتقول لي انك بترده وتخليه يهتم بالكنيسة؟ ده عايز اللي يهتم بيه. مش ده الواقع؟ لكن يسوع عينه اللي بيبص بيها غير عيني اللي انا ببص بيها. عشان كده دايما اصلي اقول له خليني اشوف اخواتي من خلال عينيك انت، مش من خلال عينيا. لان لو شفتهم من خلال عيني انا، يا ما نقد، يا ما نقائص، يا ما اسقاط. ما ممكن انا شايف في نفسي حاجه اشوفها في الثانيه اقول لا انا مش عاجبني فلان، اصح صح عشان هي فيا. يا ما مشاكل نفسيه. لكن لو بصيت لاخويا واختي من خلال عينين يسوع، هشوف اللي يسوع بيشوف مش اللي انا بشوفه. هشوف نفس غاليه وثمينه مات المسيح من اجلها ودفع حياته ثمنا فيها. ده غلوها، مش قد ايه قدمت، مش فضه وذهب، حياه. مين فينا يقدر يدي حياته مكان التاني؟ مش ممكن، تحصلش. فانه بالجهد يموت احد لاجل، ربما لاجل الصالح يقصر احد ان يموت. معقوله يقول لك ده فلان ده كان لا محدش يستجرى.
لكن ونحن بعد خطاه يعني ما فيناش حاجه تتحب. انت بتشتري ايه اساسا؟ بتشتري بضاعه خربانه؟ قال اه. هتعمل بيها ايه؟ انا شايف فيها حاجه تاني، عينيا شايفه غير اللي انتوا اللي عينيكوا شايفاه. انا شايف لؤلؤه كثيره الثمن. معقوله؟ اه. فذهب وباع كل شيء واشترى هذا الحقل لانه اراد ان ياخذ هذه الثمن، هذه اللؤلؤه غاليه الثمن، الكنيسه. في ناس يقول لك اللؤلؤه الكثيره الثمن دي المسيح، او احنا هنقدر نشتري المسيح؟ بيع اللي عندك كله، جيب لك جزمه مستعمله. لا، لكن ده دفع كل شيء. أقام الله هذا الرجل أليشع اللي كان عنده روح تمييز نادر لما بنشوفها دلوقتي. يعني ايه؟ يعني يقدر يشوف بعين غير اللي انت باصص بيها. يعني ايه؟ يعني يرى امور لا تستطيع العين المجردة ان تراها. ده شيء مختلف. نعم، عشان كده صلاتي احبائي تقول لي بس ده كان ايام أليشع، يعني احنا مالنا ومال الكلام ده النهارده، خلينا في اللي احنا فيه. يعني لا لا، الروح القدس لا زال حيا، والله الروح موجود، ولا زلنا نؤمن ان الله هو المثلث الاقانيم، او الله الذي وحدانيته جامعه ومانعه، الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. والله الروح القدس يعطي الروح، يقسمه هو حسب ما يرى. فأنا يمكن أن أجثو أمامه وأقول له أنا محتاج يا رب إلى هذه المواهب، أتسلح بها للخدمة مش للمنظرة. في ناس بتتمنظر، آه في ناس بتتمنظر بيها، واللي بيتمنظر بيها ما بتطولش معاه. لكن من يستخدم مواهب الله في اتضاع وانسحاق وإدراك. عشان كده دايما أقول له أشكرك لأنك حاطت كنزك في خزف، أصله خزف، أصله طين. تشكرني؟ بشكره عشان كده. أه، تخيل بقى لو أنا شايف نفسي مش خزف ولا طين، يا دي المصيبة. كان لما ربنا يعمل حاجة أنا اللي أخذ الكريدت. لا، ما أنا أصلنا يعني أغلى من الخزف شوية. لكن اطمن، كلنا خزف، تطلع تنزل أنت خزف، وفضل القوة لن يعود لك أبدا ولا ليا، لكن للمصدر الحقيقي الذي أعطى لهذا الخزف كرامة. أمين. مجدا لإسمك يا رب. بنشوف هنا هذا الرجل الذي أعطاه الله العين المفتوحة. في مؤمن عينه مش مفتوحة، ويبقى مؤمن، اه مؤمن كل حاجة. يعني عينه مش مفتوحة؟ يعني أعمى؟ لا، ما بقولش أعمى، لكن لا يرى خلف الواقع المادي. وخلي بالك، الإيمان والرؤية المميزة وروح التمييز لا تلغي الواقع. يعني ما تقوليش انت الواقع قدامك بيقول حاجة تقول لا انا لا اعترف بهذا الواقع وانكر وابقى انسان بنكر الواقع وعايش في اوهام. لا، مش بقول كده نهائي، لكن عايز اقولك ان الايمان الحقيقي والتمييز الالهي ينقل المؤمن من مرحلة الاعتماد على ما تراه العين المجردة إلى الاعتماد على ما يعطيه له الروح القدس عندما يفتح الذهن
والعيون العيون الأذهان الداخلية والروح يرى أمور لا تراها النفس العادية. هو الغلام ده مش كان بني آدم؟ قال آه. هو مش كان بيتدرب على إيد إليشع؟ آه. هو مش كان شايف المعجزات اللي ربنا بيستخدمه فيها؟ قال آه. طب ما ليه الحكاية؟ ده شايف المركبات وشايف الدنيا اللي الرب أرسلهم من أجله والولد مش شايف حاجة ومش أعمى. بس تلاحظ الآتي، أن إليشع لم يأتي إليه ويضع يديه عليه ويصلي من أجله. مش شغلتك، مش أنت اللي هتعملها، ده شغل الله. عمل إيه؟ ذهب إلى الله وقال له يا رب افتح عيني الغلام لكي يرى. يلي عايز عينك تتفتح ما تطلبش حد يصلي لك، اذهب واطلب من الله، قل له افتح عيني لكي أرى. أنا محتاج أشوف يا رب، أنا مش شايف الواقع الروحي. عشان كده مرات كتيرة ببقى في صراع وببقى في عذاب وببقى في تعب وببقى في بكاء. ليه؟ لأني مش قادر أشوف الواقع. لكن في ناس تستطيع أن ترى الواقع الروحي الذي يملي عليه يملي علينا بكل وضوح. زي مين؟ زي دانيال. لما جاله الملاك وقال له إن الطلبة بتاعتك خرجت من عند الرب، لكن وقف أمامي رئيس فارس. إيه رئيس فارس ده؟ قوات شر روحية، كل منطقة ليها قوات. إحنا مش بنألف كلام كتابي كله. قال له أجناد الشر الروحية السلاطين بتاعتهم أرسل ووقف رئيس فارس وهو يمنع الصلاة. ما هو ده واقع وده واقع، لكن مين اللي هيدرك الواقع؟ اللي عينه مفتوحة، عينه الروحية. عشان كده احنا محتاجين احبائي نقول له يا رب انت قدمت واعددت ووهبت لكنيستك لجسدك مواهب كثيرة، اديني روح تمييز. مش عارف كم واحد يصلي من أجل روح التمييز. في ناس بتصلي من أجل عمل قوات سبكتاكيلر، حاجات الكبيرة. لكن لو أخذت روح التمييز لعالجت أمور كثيرة واستطعت أن ترى أمور لا يراها الشخص العادي. إذن الأمر الأول أن فتح العين ليس أمرا إنسانيا، لكنه عطش من النفس الإنسانية وطلبة إلى الله ترفع وتنتظرها لكي تأخذها. فيقودك الله ويعطي لك بصيرة غير من حولك. ليك أنت ليك أنت بس أنا هو مش بيديك عشان أنت تستاهل. اوعى تفكر بالطريقه دي ولا تفكري بالطريقه دي. معقوله ربنا يديني؟ هو ربنا بيبص عشان انت تستاهل ولا ما تستاهلش؟ لو بتستاهل او ما تستاهلش ما كانش ادى لحد حاجه اساسا وانا اولكم. لكن هو يعطي حسب كرم الملك. ماذا يعمل لرجل اراد الملك ان يكرمه؟ الملك لو عايز يكرمك هيكرمك، بس لازم تبقى عطشان وتبقى مستنيه، ومش تبقى طلبة وخلصت، تبقى موت أو حياة. زي ما يعقوب قال له إيه؟ قال له لا، لن أطلقك إن لم تبارك، مش سايبك. طب خد، كسر حق فخذ. يقول وصرعه يعقوب اللي كان بيصارع ماسك فيه لحد طلوع الفجر، وفي الاخر قال له لن اطلقك ان لم تباركني. تعرف تمسك في ربنا بالطريقه دي؟ يا بختك. اشجعك هتشوف
ما لم تراه قبلا، وسأخذك الرب إلى أعماق لم تعرف سالفا في حياتك. سيكشف العين، تبقى بتقرأ كلمة الله، الله يفتح قدامك مجالات، يعطي لك فهما مميزا خاصة. هذا الرجل طلب من الله أن يفتح عيني الغلام. الأمر الثاني إن الإيمان لا يلغي الواقع. وما ينفعش أقول لا لا الأمر الفلاني المشكلة دي مش موجودة عشان أنا بآمن إن ربنا يشيلها. لا ما بقولش كده. ده اسمه هروب من الواقع. لا، الإيمان ليس هروب من الواقع، الإيمان ليس تمنيات، لكن الإيمان هو أن تثق بأن الله قادر أن يغير هذا الأمر حتى لو كان يبدو مستحيلا. هذا هو الإيمان. إنها لغة السماء، بنتعلم وإحنا في البلاد دي اللغة الإنجليزية عشان نعرف نمشي نفسنا، ولما نروح بلد تاني نتعلم اللغة بتاعتها. اللغة التي تفهمها السماء هي لغة الإيمان. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. عندك فكرة عن اللغة دي؟ ده في ناس ما عندهاش، ده في ناس ما كانش يشوف بعينه ما يصدقش. معنى ده تناقض مباشر مع الإيمان، لأن العيان ده يبقى عيان، اللي أنت بتشوفه بتصدق لما تشوف، هذا هو العيان. لكن الإيمان أن تصدق ما لا تراه وتنتظر أن يحدث قبل أن يحدث. ليس ثقة في نفسك، لكن إدراكا في أمانة الله وثقة في كلامه. ضربت مثال الصبح وقلت لو مثلا أشرف اتفقت أنا وهو، قلت له هقابلك الساعة 7 في الكنيسة، يجي واحد الكنيسة يلاقيني قاعد لوحدي الساعة 6:45 دقيقة. انت بتعمل هنا حاجة حتى سيس مستني حد؟ اقول له اه. مستني مين؟ مستني اشرف. ما هو اشرف مش موجود، هو قال جاي الساعة 7. يعني انت متأكد انه هيجي 7؟ مين قالك انه جاي الساعة 7؟ اصل انا عارف اشرف وتعاملت معاه قبل كده وبصدقه. فالثقة فيه معناها ايمان في كلامه بكل بساطة. بتثق وبتصدق ده؟ مش انسان بقى، الله. طب مارس. قال احدهم اذا صليت من اجل المطر فلا تنسى ان تاخذ مظلتك وانت خارج، ولا تبقى كلام انجي. وقال احدهم هذه العباره التي لن انساها وربما كررتها اكثر من مره، قليل من الايمان ياتي بالسماء الى قلبي، وكثير من الايمان ياخذ قلبي الى السماء. انت عايش ازاي؟ انت عايشه ازاي؟ 1+1=2، معايا كذا وكذا وكذا، مش هيكفيني لحد اخر الشهر. ايوه دي الحسبه الانسانيه. هو ربنا عنده حساب تاني؟ يو بيت، عنده حساب تاني. اسالني وانا اقول لك. 1+1=2. تدي اللي عندك لربنا يديك دبل. انا مش بقول كلام نظري، انا بقول كلام واقعي اختبرته وكثير منكم اختبروا. هذا هو الله. طب امال احنا ماشيين بقانون مين يا جماعه؟ للاسف ماشيين بقانون العالم. عندي قد ايه في البنك؟ الحساب نزل خالص.
يومنا مش فايت. بس مش حزبة ربنا. ده الراوي مش يخلص اللي عنده. مش المية تجف يروى. وقعته تعطوا. ايه ده الحساب الغريب ده؟ ها؟ ولما تعطوا ازاي؟ تاخدوا ازاي؟ انت تدي بايد تعطي، لكن لما تدي بايد تعطوا كيلا ملبدا جيدا مهزوزا يجري في احضانكم. تدي بايد تاخد باتنين بالحضن. ادي شغل ربنا. ده حزبة مختلفة. أنا عايز حزبتك يا رب، مش عايز حزبة فلان وعلان. أنا عايز بركتك. بركة إيه يا عم؟ أطلع عشور منين لما أنا مش لاقي أكل؟ مش هتلاقي تاكل، خلي بالك، وهتستمر. لكن هو الرب لما قعد على الخزانة وكان بيبص على الناس اللي بتحط، ده احنا لما احنا النهارده هو بيعمل كده، شوف 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 كل اللي مركز عليه فلوس. هو المسيح قاعد، ما هو ما كانش بيركز على الفلوس. القلب فين؟ حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. خايف على ايه؟ هتسيبه كله بالابريشيشن بتاعه، بالحسبة اللي حسبتها واللي قاله لك الريل استيت ايجنت. مع احترامي للريل استيت ايجنت، مش هتاخده معاك. مش هتاخد ولا عارف الساعة الغالية اللي بتحبها قوي، مش هتاخدها معاك. اللي ربنا ائتمنك عليه خليك أمين في استخدامك ليه. عشان الرب عايز يشوف قلبي فين. لقى الست أم فلسين المفلسة، مفلسة عشان ما عندهاش غير فلسين، صدمهم، صدم كل اللي موجودين. قال لهم دي أعطت أكثر من كل هؤلاء. فلسين عندك اكتر من كل دول؟ ليه؟ هو انا بقيس انت اديت كام؟ لا. امال بتقيس ايه يا رب؟ قال بقيس اديت قد ايه من اللي عندك. قال دي اديت كل معيشتها، ما عندهاش حاجه تاني. وانا لو اديت كده الخمسة دولار، العشرة دولار، المية دولار، ده في ناس لو ما لقيتش فكة بتشخشخ في جيبها ما يحطش في العطل. يقول لك فوت علينا بكرة. لا، دي ادت كل اللي عندها. أنا عايز أقول لك حاجة، لو أنت كلك وأنت كلك للرب، صدقوني كل اللي عندنا يبقى صغير قوي ويبقى ملوش قيمة، وتبقى قيمته أحطها عند رجلي لو أنا عايز أكرمه. صلى للغلام، ربنا فتح عينيه، لم ينكر الواقع ولا لا أنت هتشوف بعد كده. قال له لا لا، نصلي للأجل. إذن الإيمان لا ينكر الواقع، لكن الإيمان يثق في كلمة الله. وبهذه الكيفية جاء الانتصار. أجرى المعجزة رقم 11 و12. وبنعمة المسيح المرة الجاية هنتكلم عن الاثنين البرص اللي دخلوا خيم الأراميين ولقوهم مش موجودين والخير موجود. قال لك بس ناخد وننهب لنفسنا. وبعدين قال لك طب ما نروح ناخده نحوشه وندفنه وبعدين في وقت الزنا نروح. وبعدين قالوا لا لا، ايه ده؟ ايه القصه اللي احنا بنعملها دي؟ هنتكلم عن الكرازه بنعمه المسيح المره الجايه.
أصلي من كل قلبي أننا في سلسلة الثبات نتحرك بالإيمان في معاملاتنا واقترابنا إلى الله، وتكون صلاتنا لكي يجهزنا الرب ويعدنا لكي ما نكون كارزين باسمه في كل وقت، أن نتعلم كيف ندرب حياتنا اليومية بالإيمان ولا بالعين. فيها لذة تاني خالص، فيها بعد كبير خالص لما تصدق ربنا وتنتظره ويأتي بالإجابة. يا للفرحة، ما أقولكش لما الله يحقق لك ما تنتظره لأنك تثق فيه. ما كنت بقول على أشرف أنا قاعد مستني إنه جاي لأني مصدقه وعارف إنه لو قال لي أنا جاي الساعة 7 مش هيكذب، لكن إحنا مع ربنا بنشك فيه. أصلي يا عم، مش عم لو ربنا عايز كان عايز يعمل حاجة كان عملها. هو ده الاتيتيود يعني، ده الاتجاه بتاعنا؟ لا، الإيمان هو الثقة بما يرجى، ما ترجوه من الله ثق فيه. تقدر تشيل كلمة إيمان وتقول هي كلمة إيمان يعني ثقة. لو عندي إيمان في عادل يبقى أنا عندي ثقة في عادل، لو عندي ثقة في عادل يبقى أنا عندي إيمان في عادل. هذا هو المقصود. ربنا علمنا إزاي نعيش حياة الإيمان لكي نرضي الله. خلونا نصلي بهذه الفكرة ونحن في حضرة الله، ونعد قلوبنا للتناول من جسد الرب ودمه. قل له يا رب أنا قد إيه عشت حياتي من غير ما أفكر في النقطة دي، باخد الأمور على علتها، بقرأ كلمتك لكن ما مارستش. الممارسة تختلف. Practice Faith Life، دي ممارسة. تدرب روحك عليها، بس ده مش معناه انك تاخد اي حاجة من الكتاب وتقول له اهي بجرب، لكن هنا التمييز تسمع صوت الله وهو يامس الى قلبك وتتمسك بهذه الهمسات الالهية وتقول له منتظرك تعمل الامر الفلاني الذي وعدتني به يا الله. خلينا نصلي زي ما الكتاب بيقول، اكشف عن عيني فأرى عجائب. اطلب ان الرب يكشف عن عينيك فتشوف ازاي اموره عجيبة، وتشوف ازاي محبته عجيبة، تشوف ازاي طرقه عجيبة. يقول الكتاب عرف موسى طرقه، تغنى بطرق الله العجيبة. أمور الله عجيبة، مواعيد عجب العجاب، يغير الأزمان بيسبب الأسباب. أمور الله عجيبة، أمور الله عجيبة، مواعيد عجب العجاب، يغير الأزمان سبب الأسباب. إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبوع في صحراء، وإذا اشتدت المجاعة يبعد خبزي ويا الغراب. يا إلهي صخر لا ينام قدام الكل واضح
والكل يخضع لمجده والاني مالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام محبة الله عجيبة فعلا فوق الجبال محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال محبة الله محبة الله عجيبة فعلا فوق الجبال محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال يا حب يا طول أناته لكل ولاده وبناته قبلي ثاني ورعيته هي كمال المثال لإلهي صخر والكل يخضع لمجده والأني غالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام ثبت يا رب كلمتك في قلوبنا لكي تكون نورا لسبيلنا وأرجلنا وأعطنا أن نكون سامعين عاملين بالكلمة في اسم المسيح يسوع اسمع واستجب لك كرامة كل المجد آمين. والقادر أن يحفظنا غير عاسرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج الإله الوحيد الحكيم مخلصنا له القدرة والشأن والكرامة ونعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب شركة وتعزيات الروح القدس تكون معنا تدوم فينا من الآن وإلى الأبد آمين.